القاهره هو ممتلئ بالجماهير الزمالك ثم جماهير النادي الاهلي. ده الشكل اللي انا نفسي اتمناه واشوفه يوم 6/6 باذن الله. يعني جماهير الكره المصريه على ميعاد مهم جدا، ماتش في منتهى الاهميه، ماتش فارق في مسيره منتخب مصر ان شاء الله في ترتيب المجموعه ان شاء الله للصعود لكاس العالم. لما تروح ماتش مهم قدام خصم زي بوركينا، ماتش غالبا كل القايمه المستدعاه بمحترفين ولاعيبه ممكن زي ما انت قلت، اي قايمه. بس دي نقطه مهمه جدا اللي انت اتكلمت فيها دي، وهي ان انت الجمهور اللي ظهر سواء في نهائي الكونفدراليه او نهائي افريقيا للاهلي، هو ده الجمهور اللي انت عايز تشوفه طبعا. هو ده الشكل، وهو ده عايز تشوف الاستاد بالشكل ده مليون في المية عشان يفرق معاك او تبتدي ترجع هويه منتخب مصر، ان هو هيرجع من حماس اللعيبه واللي ظهر سواء عند الزمالك او عند الاهلي. والجمهور انا بشوفه هو دايما هو رقم واحد في اللعبه. صح، مليون في المية. جزء كبير جدا جدا ما بعد اعلان تعيين كابتن حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر كان فكره ان الالتفاف الجماهيري حوالين كابتن حسام وكابتن ابراهيم. ناس كتير اتكلمت في فكره ان منتخب مصر هيستعيد جزء كبير من هويه فاقده، وهي فكره الدعم الجماهيري المطلق للمنتخب. دايما منتخب مصر جماهيره واقفه في ظهره طبعا. لما بتلعب ماتشات المؤهل كاس العالم، لما بتلعب كاس الامم الافريقيه، بتلاقي دايما حاله زخم بتحصل حوالين المنتخب. لكن في ماتشات في النص كده بتلاقي الاستاد مش مليان قوي. احنا النهارده بنتكلم على ماتش مهم، بنتكلم على اثنين من اساطير الكوره في مصر. صحيح. بنتكلم على اول ان شاء الله وصول لمحمد صلاح نجم الكره المصريه مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم. القايمه صحيح. كلها كامله. اكيد هنتكلم في الغيابات ومين موجود مش موجود، بس بالنسبه لي يحيى المهم زي ما في وقت من الاوقات ما بعد مباراه الزمالك والاهلي قلنا ان جماهير الاهلي والزمالك قادت الفرقتين للفوز بالبطوله وكان لهم دور كبير جدا، لما نهضه بركان بدا يخش في الجيم لقيت جمهور الزمالك بيرجع فرقته للملعب، لما الترجي بدا يفوق على الاهلي بدات جماهير النادي الاهلي ترجع فرقه. ده اللي انا عايزه من جماهير الكره المصريه يوم 6/6، عايز اشوف ملعب الاستاد باذن الله متقفل، لان ده جزء مهم جدا. كل انجازات الكره المصريه كان لازم تعمل استاد القاهره ملعب متقفل. احنا النهارده بنتكلم في يوم مهم جدا جدا بالنسبه لي ان الملعب يكون باذن الله يا رب ان شاء الله مقفول تماما بجماهير الكره المصريه، وده هيسهل علينا باذن الله ان احنا نعدي مباراه. بص المنظر والجمال طبعا. هنا الاستاد كل بقى، مش عايز اقول لك مش كل طوائف، انت كبار وصغيرين، سيدات والرجاله والشباب. صحيح. كله بيروح. انت ماتش زي ده ما ينفعش ما تعدهوش غير الملعب متقفل باذن الله ان شاء الله. يعني لده جزء مهم جدا. خلي بالك ناس كتير جدا كانت اول ما تم اعلان كابتن حسام مدير فني قال لك احنا مستنيين اول ماتش رسمي عشان نروح. الناس ما استنتش الرسمي وراحت، حتى في الودي. صحيح. طبعا بصبغه دوليه خلاص الفيفا سيريز، رحت عشان تشجع منتخب مصر، رحت عشان تشوف كابتن حسام حسن الراجل اللي ياما اسعد من الجماهير المصريه هو وكابتن ابراهيم في الملعب، وهم هم الهيد كوتش وعلى راس القياده الفنيه لمنتخب مصر. فان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب الملعب يكون متقفل بالجماهير. دي اول نقطه في العبور بالثلاث نقط من ماتش بوركينا. بتشوف ان في ماتش اصعب من الثاني، ولا الماتشين نفس الفكره ونفس المستوى اللي انت بتتكلم في ماتش عندك وماتش بره غينيا بيساو؟ بتشوف في ماتش اصعب من التاني، او ولا حظوظك اكتر هنا في وسط جماهيرك على ارضك في وسط ضغط الجمهور اللي ممكن يكون بيمثله على بوركينا فاسو، ولا الناحيه التانيه؟ لا انا بشوف ان الماتش بوركينا نسبيا هما الاثنين صعبين الحقيقه، لان بس بوركينا طبعا. بوركينا ماتش صعب لانه خصم صعب. باك بوركينا زي ما احنا شفنا على الشاشه من شويه متعادل مع غينيا، فبوركينا عايز يجمع اكبر نقطه او على الاقل يطلع من استاد القاهره وهو متعادل. صح. عشان لما تروح تلعب مع بوركينا في بوركينا هو يبدا يحاول يرجع مره تانية ويبقى عنده افضليه على منتخب مصر. فانا بشوف الماتش ده ماتش صعب لان فريق قوي عنده لعيبه كويسه، فان شاء الله باذن الله نعدي الماتش ده على خير. وماتش غينيا انا تخيلي الدفعه المعنويه اللي ناخدها من مباراه بوركينا تفرق معاك، تفرق معانا جدا في مباراه غينيا بيساو. غينيا بيساو مش بالقوه، ولكن انت قلت نقطه مهمه، شفت كاس الامم الافريقيه بقت عامله ازاي دلوقتي، وشفت احنا كان عندنا تطور رهيب يعني بمليون في الميه طبعا. فبالتالي مفيش ماتش سهل وماتش صعب، لكن انا شايف فعلا ناخد كل مباراه لوحدها، نعدي بوركينا على خير ان شاء الله. الدفعه دي تفرق معانا جدا في ماتش غينيا، لان وانت بتلعب في ارضك قدام خصم زي ده طريقه اللعب والفنيا هنا هتختلف عن طريقه لعبك هناك. انت ممكن هناك تروح هتبقى هنا انت المبادر وانت اللي عايز تهجم وانت اللي عايز تسجل، هناك ممكن هم يحاولوا يضغطوا عليك فتبدا تشتغل على تحولات، فشكل الجيم والبلان بتاعه الملعب وبتاعه الماتش هتختلف مليون في الميه من مباراه بوركينا عن مباراه غينيا بيساو.